لو كان مخرجنا الجميل سمور المبارك حارسا لأحرزت هدفين مثل هذه التسديدة اللي أحرزها رونالدينو، أحد أجمل الأهداف في الأربعة. نرحب بالزميل الصحفي والإعلامي سهل أحمد العبيد اللي حيرافقنا خلال هذه الفقرة للتحليل لأبرز المشاهد وأبرز الأحداث في الساحة الرياضية محليا وعالميا. أهلا بك، وعربيا أيضا اليوم. مرحبا بك يا حسام، مرحبا بك منى، ومرحبا بكل السادة المشاهدين. قبل ما ندخل ديب او نتعمق في الانشطه الرياضيه، خلينا نتكلم عن الجايه. كان كيف وصلت انا؟ كيف والله صعوبه بشكل ما؟ الليلة في معاناة كبيرة جدا، يعني أنا ما أعرف الحاصل شنو، يعني يمكن الزحمة يمكن بدأت من كوبري ماكنمير، يعني يمكن أخذنا قريب ال 45 دقيقة، يعني ما أعرف أنا السير شنو. يعني في ناس بتقول في إنه القيادة العامة مقفولة، الشوارع حول القيادة العامة، فيمكن دي هي اللي سببت الزحمة كبيرة جدا في الشوارع. لانه انت تاخرت علينا شويه كده، احنا كنا منتظرينك. حندخل مباشره حسام، وحنمشي للازرق، فريق الازرق، فريق الهلال، ونتحدث عن التطبيع ولجنه التطبيع عموما، وحديث وهاله كبيره جدا حول الكاردينال في هذا الموضوع. نعم، يعني يمكن صراع كبير جدا يعني في الفترة الماضية، يمكن بعد تعيين الاتحاد العام في الفترة الماضية لجنة التطبيع بقيادة الكاردينال، يمكن جماهير الهلال وتحديدا فجر الغد، اللي تنظيم فجر الغد اللي يمكن بيقوده محمد عثمان الكوارتي، يمكن قادوا تظاهرة كبيرة جدا للاتحاد العام وطالبين بأنه لجنة التطبيع يجب أن لا يكون الكاردينال متواجد فيها. يمكن الاتحاد رضخ لهذه الضغوطات، يمكن تحدثوا في الفترة الماضية عن ترشيح أسماء. هشام الصوبات في البداية يمكن رفض ترشيحه من قبل بعض التنظيمات الهلالية، لأنه قال إنه هو ذكر إنه هو مريخي. بالتالي يمكن الأمر في النهاية بعد اتصالات من دكتور كمال شداد هو وافق على إنه يأتي لرئاسة نادي الهلال في لجنة التطبيع. الآن بعد إعلان لجنة التطبيع بالأمس وعلى رأسها هشام الصوبات، ما زال محمد عثمان الكوارتي بيصرح بانه هذه اللجنه او هذه التي اتت على راس نادي الهلال لا تمثل راي جماهير الهلال، وانما هي فرضت عليها على الجماهير، وانهم سيناهضوا هذه اللجنه. يعني انا بصراحه مستغرب جدا بالمجهود الكبير اللي بيبذله محمد عثمان الكوارتي في الفتره الماضيه، يعني في مناهضه كل لجنه التطبيع. يعني صراحه اعتقد انه لجنه التطبيع هي دور انها بتسد الفراغ الاداري دي في المرحله الاولى، وهي فتره اصلا 3 شهور. الجانب الثاني هي بتدعو لانتخابات، يعني هي بتوفر اجواء مهيئه لانه يكون هناك جمعيه عموميه قادمه، ثم بعد ذلك يتم عمل انتخابات. يعني لو المجهود اللي بيبذله والطاقات الكبيره اللي بيبذلها محمد عثمان الكوارتي لو وجهها على انه يركز على فتره الانتخابات القادمه، ياتي بقائمه تكون متوافق عليها من جميع جماهير الهلال من اجل ان تاتي لرئاسه نادي الهلال في فتره الانتخابات القادمه، كان الافضل من انه يركز مجهوده بدل انه المجهود ياتي في مناهضه كل لجنه التطبيع لانها لا تمثل جماهير الهلال. بصراحه يعني ما عارف انا اذا كان هو بيتحدث عن تنظيمه الاول، لكن هناك في تنظيمات ثانيه هلاليه هي مشاركه في هذه اللجنه، لجنه التطبيع، فبالتالي اعتقد انه التركيز كان تركيز الافضل انه ياتي على مركز فتره الانتخابات القادمه بدلا في مناهضه كل لجنه تطبيع يكون الاتحاد العام. صح، نعم. في هذا الجانب حتى هشام الصوبات بعد تعيينه اتى بانه يعتذر لشداد. نعم. شداد لم يقبل بهذا، بعدها شداد صرح بحمايه كل مكونات هذه اللجنه، قال انه حمايه لجنه التطبيع تحت مسؤوليتنا كاتحاد. يعني لماذا هذا؟ انا اختار شخصيه تعتذر وارجع مره اخرى واتحدث عن الحمايه، ما الذي يدور يعني في الارجح؟ صحيح، يعني يمكن هو منذ البدايه حينما تم مخاطبه السيد هشام الصوبات من اجل ان يتولى رئاسه نادي الهلال واعتذاره في المره الاولى، وذكر بانه هو بينتمي للكيان الاحمر، بالتالي ما ينفع انه ياتي رئيس لنادي الهلال. لكن في النهاية يمكن بعد مشاورات ممتدة قبل أن يكل هذا التكليف، ثم لكن بعد وجد أنه مناهضة كبيرة جدا من قبل جماهير الهلال بأنه يأتي شخص مريخي أنه يرأس نادي الهلال، فممكن ده اللي جعله مرة أخرى يرغب في الاعتذار. لكن كمال شداد قال ذكر أنه يعني بعد الإعلان بشكل رسمي عن هذه اللجنة ما
مجال للاعتذار ولا مجال للتراجع، فيجب على هشام الصوباط أن يقبل بهذا التكليف ويرأس نادي الهلال لمدة 3 أشهر زي ما ذكرنا، بيسد الفراغ الإداري الحادث حاليا، وبعد ذلك يقيم انتخابات. ولا ننسى أنه الجانب الأهم وهو جانب أنه النادي بيعيش فترة سيئة جدا، يعني اللاعبين، الأجهزة الفنية، العاملين ما نالوا مرتبات لمدة 3 أشهر، فأعتقد أنه دي مش أمر صعب جدا بالنسبة لنادي الهلال. فيمكن هذه اللجنة أيضا من الأدوار المهمة اللي حتقوم بها هي سداد المتأخرات بالنسبة لهؤلاء اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين. ولا ننسى أنه أيضا يعني اللاعبين، هناك جمال سالم يعني ذكر أنه لم ينال مرتب منذ أكثر من 4 أشهر، وهو الآن سيرفع دعوة قضائية ضد نادي الهلال من أجل نيل مستحقاته. يعتقد أنه دي كلها، ده بعيدا عن الدعوة اللي رفعت، ده غير الدعوة الأخرى اللي رفعت عماد محسين، جوانب كثيرة جدا، صحيح، أسماء كثيرة جدا. صحيح، نحن نتحدث الآن عن اللاعبين اللي ما زالوا في كشف نادي الهلال. فأعتقد أنه ده من أولويات لجنة التطبيع الحالية، إنها هي تقوم بسداد مستحقات ومتأخرات كل اللاعبين، تحاول الحفاظ على القائمة الأساسية للنادي واللاعبين اللي يعتبرهم ركائز للنادي. صحيح، يعني خصوصا أنه يعني البطولة الأفريقية اقتربت، وبالتالي لا مجال لأنه مزيد من الفراغ الإداري في نادي الهلال. نعم صحيح، نتمنى أنه يعني كل اللاعبين ينالوا حقوقهم، لأنه فريق الهلال هو فريق كبير بالتأكيد. إذا كان هنا لجنة التطبيع قدرت تقوم بالدور المفروض تقوم به تجاه اللعيبة، تجاه مجلس الإدارة، وكل التفاصيل اللي بتخص فريق الهلال الكبير ومشاركاته الكبيرة اللي بتكون موجودة في البطولات الإفريقية والبطولات الخارجية اللي بترفع اسم السودان. نذهب مباشرة ونقفز إلى فريق المريخ، ودائما نحن في كل موسم بنلقى في عقبات كبيره جدا بتواجه هذا الفريق اللي هو معروف ببطولاته السابقه وبعطائه المختلف السابق. انقسامات داخل المجلس، مشاكل كثيره وكبيره في اختيار اللاعبين، سواء كان يعني وافدين او سواء كان على مستوى المدربين ايضا اللي ممكن يكونوا غير سودانيين. نعم صراحه يعني الوضع لا يختلف كثيرا عن الهلال بالنسبه لنادي المريخ، يعني الوضع صعب، الاختلافات أصبحت الآن في فترة صعبة جدا، وخصوصا أنه الخلاف في الفترة الأخيرة يعني يبدو أنه العمل لم يكن منسجم بذلك الشكل اللي كان يصور في الإعلام بأن هناك انسجام في العمل ما بين كافة أعضاء المجلس. لكن أعتقد أنه حدة الخلافات في الفترة الماضية وعلى رأسها تعيين الدكتور مدثر خيري في رئاسة الرئاسة التنفيذية لنادي المريخ، يمكن هي اللي جعلت الأمور تظهر بهذه الصورة الواضحة. هذا الخلاف يمكن كان هناك قرار في الفترة الماضية من قبل رئيس النادي آدم سودكال قرر فيه إقالة مدثر خيري. بعض أعضاء المجلس رفضوا هذا القرار باعتبار أنه هذا القرار هو انفراد بالقرار الإداري، وكانوا هم رفضوا هذا القرار، قاموا بعمل اجتماع في النهاية هم وافقوا على أنه مدثر خيري يعود مرة أخرى، ولكن يتم تكوين لجنة تحقيق للتحقيق معه حول بعض المخالفات التي ذكروها بعض أعضاء المجلس. والأشكالية المعروفة حول ملعب النادي ومدى جاهزيته صراحة، يعني ما زال هو اللغز الأكبر في النادي المريخ حتى الآن. يعني يمكن منذ آخر مباراة تقريبا قرابة أكثر من 7 أشهر ملعب نادي المريخ مغلق للصيانة، ولكن اللي في حال بالرغم من الزيارة اللي قامت بها لجنة الاستعدادات اللي كونها الاتحاد العام، وجد انه ما زال العمل بعيد جدا عن الطموحات. يعني لم يتم انجاز ما كان متوقع انجازه في الفترة الماضية، وخصوصا على مستوى نجيل الملعب. يعني للأسف ما زال يحتاج الى مزيد من العمل ويحتاج الى مزيد من الوقت حتى يكون جاهز لانه يستضيف اي مباراة. واعتقد انه في الفترة الحالية ملعب نادي المريخ غير صالح لانه يستقبل اي مباراة على المستوى المحلي او حتى على المستوى الخارجي، خصوصا انه يعني يمكن ان يعود الدوري الممتاز مرة اخرى وتكون في مشاركات في نادي المريخ، يعني فلا بد من الجاهزية التامة لتهيئة الاستاد. صحيح، يعني يمكن الفكرة اللي جعلت هذا الامر صعب جدا بالنسبة لنادي المريخ هو انه المقرر حينما يعود الدوري الممتاز مرة اخرى انه حيلعب بنظام التجميع، وإذا لعب بنظام التجميع معناها حيلعب في مدينة واحدة واللي هي تحديدا الخرطوم. تم اختيار الخرطوم انه يستكمل فيها بقية مباريات الدوري الممتاز، وفي الأصل لدينا 3 استادات، وبالتالي يعني أصلا فيها أصلا كم يعني فيها استاد الهلال وفيها استاد الخرطوم بالإضافة لاستاد المريخ، وبعض الأحيان يعني يمكن أن يقبل أن يلعب في ملعب دار الرياض أم درمان. لكن في النهاية إذا إن نحن الآن سحبنا استاد المريخ من قائمة الاستادات الجاهزة لاستقبال المباريات، أعتقد أنه سيجعل فعلا
موقف المباريات الأخرى في موقف صعب جدا بالنسبة للاتحاد العام، لأنه الاتحاد العام يرغب في أن يكمل الموسم وبشكل سريع حتى يبدأ الموسم الجديد، وإذا تم إكمال الموسم بشكل سريع معناها أنه حيكون في ضغط في عدد المباريات، ده كلها ليس من مصلحة الأندية ولا حتى من مصلحة الاتحاد أنه استاد المريخ يكون غير جاهز، ولا مصلحة الاستادين الآخرين طبعا حيكون في ضغط كبير جدا، ضغط كبير ضغط بالضبط، يعني خصوصا استاد الهلال باعتباره هو نجيل الطبيعي، دائما النجيل الطبيعي والمباريات المكثفة فيه بتهلك النجيل وبالتالي بيصبح غير يعني قابل لانه يستقبل مباريات بشكل افضل، يعني على عكس النجيل الصناعي اللي بيستقبل عادي يعني ممكن في اليوم 3-4 مباريات ما بتاثر عليه بشكل كبير. صحيح. نذهب الى المساحات العالميه، لكن قبل ذلك هذا الهلال يحاول ان يجهز ان يستعيد، يحاول ان ينظر الى المستقبل من خلال لجنه التطبيع برئاسه الصباط المريخ واشراقات المستقبل أيضا ومحاولة تجاوز الانقسامات. لماذا دائما هلال مريخ؟ إلى متى هذا؟ أين الأندية الأخرى؟ يعني هناك أندية كبيرة، لماذا هي غير موجودة في الساحة؟ دائما هي بعيدة كل البعد حتى عن الأخبار يعني. وللأسف يعني يمكن يا حسام نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا في السودان خصوصا في الجانب الإعلامي، الاهتمام كله منصب على هلال مريخ بير للأمانة، يعني الأندية الثانية ما قاعد تلقى حجم الاهتمام اللي قاعد يلقوه أندية القمة. هلال الأبيض يعني في فترة الفترات يمكن وجد اهتمام نسبيا حينما شارك في بطولة الكونفدرالية ووصل إلى مستويات كبيرة جدا، يمكن ده اللي أجبر الإعلام إنه يتوجه أنظار له، أهلي شندي أيضا، أهلي شندي، الخرطوم الوطني، يمكن دي الأندية إلى حد كبير بعض الأحيان بتجد اهتمام نسبي من الإعلام، لكن للأسف إنه نحن حتى صحفنا مقسمة هلال مريخ. صحيح. أعتقد إنه حتى واحدة من بالضبط يعني يمكن إحنا كلنا يعني حياتنا كلها منقسمة على ناديين، صحيح، هلال مريخ، بالتالي يعني يمكن أنت عشان تسوق صحفك يا حسام فبالتالي لابد من أنك أنت تركيزك كله يكون على الجانب الهلال يا المريخ، فعشان أنت تسوق الصحيفة وتكون عندها عدد من الناس اللي بيشتروها فأنت بتفكر يعني بالجانب على حتى الاقتصادي برضه، الفرق دي في البطولات بتكون دائما هي يعني مركزة على الهلال والمريخ من ثم تأتي الأندية الأخرى. صحيح. هنذهب الهلال السعودي في هذه المرة وفوزه بالدوري ولقب بطلا. نعم يعني يمكن منافسة كانت محتدمة صراحة في الآونة الأخيرة بعد أن توج النصر في الموسم الماضي بلقب الدوري السعودي، الآن الهلال تحت قيادة المدرب الروماني لوشينكو، يعني للأمانة هذا المدرب يمكن منذ أن قدم استطاع أن يكسر عقدة كبيرة جدا عانى منها الهلال السعودي في الفترة الماضية وهي عقدة دوري أبطال آسيا، استطاع أن يقود الفريق لأن ينجح في الفوز بلقب هذه البطولة بعد أن عجز عنها في كل السنوات الماضية، يعني يمكن رغم نجاح كثير من الأندية السعودية في أنها تنجح في الوصول للقب هذه البطولة ولكن بالمسمى الجديد، صحيح أن الهلال توج بها قبل مرتين ولكن بالمسمى الجديد منذ 2003 لم ينجح الهلال في أن يتوج بلقب هذه البطولة بالرغم من أنه وصل للنهائي في مناسبتين وخسر في هذين المناسبتين، لكن ينجح في النهاية في أنه يكسر هذه العقدة وينجح في الفوز بدوري أبطال آسيا، الآن ينجح في الفوز بالدوري السعودي مرة أخرى وقبل نهاية الموسم بجولتين. أعتقد أنه صراحة للأمانة الاستقرار الفني اللي وجده الهلال في الفترة الماضية، نوعية وجودة اللاعبين اللي بيمتلكهم نادي الهلال خصوصا على مستوى خط الهجوم يجعل فعلا الفريق قادر على الفوز في أي مباراة، بالرغم من أنه الهلال ما زال يعاني على مستوى خط الدفاع بعض الأحيان بيتقبل أهداف لكن عنده خط هجوم قوي جدا قادر على أنه يعوض هذا الأهداف وهذا الخلل الدفاعي، وهو يقوم بعمل كبير جدا على مستوى الخط الهجوم بوجود الفرنسي جوميز، في وجود عدد كبير جدا صراحة من اللاعبين السعوديين المميزين، سالم الدوسري، تحدث عن ياسر الشهراني، تحدث عن سلمان الفرج، بيمتلك نوعية كبيرة جدا من اللاعبين المميزين، ويمكن حتى عدد اللاعبين اللي موجودين في نادي الهلال من اللاعبين السعوديين بيشاركوا بشكل مستمر مع المنتخب السعودي، يعني صراحة للأمانة الهلال ما قدمه في هذا الموسم يجعله يستحق لقب الدوري السعودي. الظهيرين الأيمن والأيسر عصريين تماما، والأفضل إن لم يكون الأفضل هم ضمن الأفضل عربيا على المستوى العربي تماما، محمد البريك وياسر الشهراني. للأمانة يعني صراحة كرة القدم الحديثة فعلا تؤكد على أنه قيمة الأظهرة، قيمة لاعبي الأطراف،
في الكرة الحديثة أو في تطبيق المساندة الهجومية على المستوى حتى على المستوى الدفاعي. شاهدنا هذا الأمر شاهدنا بالضبط يعني شاهدنا هذا الأمر مع ليفربول مثلا عنده أرنولد وعنده روبرتسون وهذا الثنائي قام بعمل كبير جدا في الموسم الماضي وأسهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عام. فأعتقد أنه وجود الأظهرة والأدوار الكبيرة اللي بتقوم بها في المساندة الهجومية والمساندة الدفاعية أعتقد أنه يجعل أي نادي يمتلك أظهرة مميزة قادر على أنه يذهب بعيدا في كل البطولة. نعم عذرا منا لكن هنا أيضا أنا يعني ليس الهلال لوحده إنما الدوري السعودي بصورة عامة إذا أردنا أن نمعي النظر في نوعية المحترفين المستجلبين للدوري السعودي. يعني انظر مثلا كويلار في وسط الملعب في الارتكاز في الهلال، انظر إلى المحترفين بمسمياتهم المختلفة في النصر حتى في الاتحاد البعيد والذي يقع على ذيل التأثير. نعم رومارينيو أسماء يعني كبيرة لعبة في دوريات كبيرة. صحيح انظر إلى الدوريات العربية الأخرى ولا تنظر إلينا أبدا. والله طبعا يا حسام يعني يمكن الجانب المادي طبعا ده دور مهم يعني الأمانة. أنت إذا نظرت إلى التعاقدات مع اللاعبين سواء كانوا عرب أو أجانب في الدوري السعودي تلقى أنه حجم التعاقدات السوما خريبين بتلقى مبلغ طائل جدا من أجل جلب هؤلاء اللاعبين. نعم. لكن ده ما بيقلل على الأقل من أنه النظام الاحترافي المتكامل اللي بيقوم به الدوري السعودي صراحة صحيح انه اللاعبين المحترفين حققوا اضافة كبيرة جدا للدوري السعودي لكن جودة ايضا اللاعبين السعوديين صحيح. في الدوري السعودي لا تقل وبالتالي هو تكامل ما بين اللاعبين الاجانب واللاعبين الوطنيين. فاعتقد انه الدوري السعودي ومن خلال القيمة الكبيرة اللي جلبوها من خلال الاسم أو اسم كبير جدا في عالم الاحتراف في الفترة الأخيرة لا ننسى إنه المشاركات المستمرة للأندية السعودية وقدرتها صحيح. على المنافسة سواء على المنتخب أو على مستوى الأندية فدي كلها بتجذب المحترفين الغير عربية. دي كلها بالضبط يعني هي بدي بتجذب المحترفين الوضع الاستقرار الاقتصادي دي كلها عوامل والمبالغ الطائلة اللي بتدفع للاعبين دي كلها عوامل بتسهم بإنه تجذب أفضل اللاعبين. جوفينكو أتى من الدوري الأمريكي تحدث عن رومارينيو اللي كان جميع بيراهن على انه لاعب يمكن ان ينتقل الى واحد من الدوريات الاوروبيه وهو رفقه فريق الجزيره الاماراتي لكن استطاعت اداره الاتحاد انه تاتي بهذا اللاعب. يعني لا تنسى انه اسماء كبيره جدا في السابق وحاليا نشطت في كبير من الانديه الاوروبيه. تحدث عن انه يوسف العربي كان بيلعب في الدوري الاسباني قدم ولعب مع نادي الهلال. فاعتقد انه الاسماء غوميز كان بيلعب في ليون الفرنسي فلعب مع سوانزي ايضا الانجليزي حتى السعوديين اللي احترفوا في اسبانيا وان كانت الفتره محدوده لكن برضه هذه تجربه كبيره. طبعا ما في شك يعني يمكن عدد قرابه 7 أو 8 لاعبين تم نقلهم الى دوله اسبانيا من اجل الاحتراف او خوض تجربه احترافيه. وتحدث انه بعض اللاعبين وجد فرصه للمشاركه تحدث عن سالم الدوسري تقريبا مع فياريال يمكن فهد المولد يعني يمكن اللاعبين برضو ظهروا بمستوى جيد ولكن كانوا يحتاجوا إلى مزيد من الوقت حتى يثبتوا أنفسهم ويكون فترة يعني هي تكون بوابة لبقية اللاعبين الآخرين إنهم يكون طموحهم ليس فقط اللعب في أندية القمة في الدوري السعودي ولكن يجب أن يكون الطموح هو الانتقال إلى الدوريات الأوروبية من خلال فتح الباب للاعبين السابقين. صحيح. ممكن ده بيدي فرصة كبيرة جدا بالنسبة للاعبين السعوديين. صحيح. بالضبط يعني تمهيد ممتاز جدا لبقية اللاعبين. صراحة اللاعب السعودي واحد من أفضل اللاعبين على مستوى القارة الآسيوية من حيث الجودة من حيث النظام الاحترافي من حيث الإمكانيات والمهارة. فأعتقد أنه دي كلها بتساهم بأنه اللاعب السعودي لديه فرصة في الاحتراف على المستوى الأوروبي متى ما رغب في أنه لا يكون سقف طموحه هو تمثيل المنتخب ولا الأندية القمة وإنما يجب أن يكون طموحه نظرة نعم على المستوى الأوروبي. نعم. صحيح لكن يعني أتمنى أن يكون ده حالنا يعني زمان الكرة في السودان ده كان الحلم الأساسي بالنسبة لكل الفرق السودانية لكن الآن الطموح أصبح محدود للفرق السودانية. والله لضعف الإمكانيات ممكن أنا بتفق معك في هذه النقطة. للأسف أن نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا متعلقة بالطموح. نحن طموحنا ما زال بالنسبة لمعظم اللاعبين هو هلال المريخ. بمجرد ما اللاعب وصل لهلال المريخ اعتقد انه خلاص بالنسبه له سقف الطموح توقف. لكن يمكن في بادره بدات تظهر نسبيا في الفتره الاخيره. تحدث عن محمد عبد الرحمن انتقل الى الدوري الجزائري، تحدث عن شيبوب انتقل للدوري التنزاني، الان يمكن
محمد المصطفى انتقل إلى الدوري الكونغولي مع فيتا كلوب، وفيتا كلوب مشارك بشكل مستمر في المسابقات الأفريقية. يمكن نسبيا أعتقد أنه الآن هناك فرصة لأنه تسويق اللاعب السوداني صراحة ما قدمه محمد عبد الرحمن مع المريخ في فترة البطولة العربية يمكن هو اللي جذب الأنظار لهذا اللاعب. تعاقد معه أهلي برج بوعريريج الجزائري وقدم نفسه بشكل ممتاز. الآن هناك حديث عن كبار أندية الجزائر ترغب في التعاقد مع اللاعب، يعني صراحة بنظير ما قدمه في الفترة الماضية. وأعتقد أنه دي صراحة فرصة كبيرة جدا بالنسبة لهؤلاء اللاعبين لأنهم يمهدوا الطريق لأن يكون هناك مجموعة أخرى من اللاعبين السودانيين لديهم الفرصة للاحتراف على المستوى العربي أو حتى على المستوى الأوروبي. طبعا من حبنا للكرة أنا رجعنا للكرة السودانية، يعني نحب يعني دائما إنه فرصنا هي تكون متطورة. صحيح. أعلى ترند يمكن يكون للاعب ميسي في هذه الأيام، في الأيام الفائتة، وحديث عن انتقاله من برشلونة إلى فرق أخرى، يمكن أحدث ربع للفرق الفريق البرشلوني يعني. فنتحدث عن هذا الانتقال وميسي، يعني رؤية إنه حيمشي وين الفترة الجاية؟ فعلا يعني هو فعلا أعلى ترند، يعني ميسي تجاوز في محرك البحث جوجل تجاوز البحث عن كوفيد 19 2300 مرة، يعني صراحة في المية، يعني ده رقم قياسي كبير جدا بيثبت أنه يمكن منذ أن أرسل ميسي فاكس إلى إدارة نادي برشلونة برغبته في الرحيل أصبح العالم كله لا يتحدث في كرة القدم إلا عن ميسي. هل فعلا ميسي سيرحل عن برشلونة؟ وإذا ما كان سيرحل عن برشلونة أين الوجهة المقبلة بالنسبة ليونيل ميسي؟ بعض الصحف الإسبانية أو حتى الأرجنتينية وحتى بعض المصادر المقربة من اللاعب ذكرت أنه هناك خيارات ثلاثة ما زالت هي الوجهة الأفضل بالنسبة للاعب. الحديث عن مانشستر سيتي في وجود بيب غوارديولا اللي بيعرف اللاعب دربه في برشلونة، ويمكن أسلوب أيضا مانشستر سيتي بيتناسب إلى حد كبير جدا مع أسلوب البرشلونة، وبالتالي هي لن تكون البيئة صعبة بالنسبة لميسي لأنه يجد الانسجام في مانشستر سيتي. حتى يمكن وكيل اللاعب وهو والده في حديث أنه قابل إدارة مانشستر سيتي في الفترة الماضية من أجل أن يصل إلى اتفاق. بعض الصحف الأرجنتينية وتحديدا صحيفة أولية الأرجنتينية ذكرت أنه ميسي قرار نهائي، المسألة ليست مرتبطة ببقاء بارتيميو على رئاسة نادي برشلونة أم رحيله، هي أنه ميسي سئم كل ما كان يحدث في الفترة الماضية من قبل هذه الإدارة، والآن هو اتخذ القرار بالرحيل وليس هناك أي فرصة للعودة مرة أخرى. في النهاية ذكرت أنه هذه الصحيفة أنه محامين اللاعب سيقابلوا إدارة برشلونة من أجل الخروج اللاعب. إدارة برشلونة ترفض خروج اللاعب وذكرت أنه إذا كان اللاعب فعلا يرغب في الخروج من برشلونة يجب عليه أن يدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده وهو 700 مليون يورو. وأعتقد أنه ليس هناك أي نادي على مستوى العالم قادر على أن يدفع الشرط الجزائي بالنسبة لميسي، لأنه القانون الجديد بالنسبة للاتحاد الأوروبي الخاص ب اللعب المال النظيف لا يتيح لأي نادي أن يدخل في هذه صفقة مماثلة، لأنه صراحة سيدخل في طائلة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يحرموا من المشاركة على مستوى دوري أبطال أوروبا كما حدث لمانشستر سيتي رغم استئنافه للقرار ونجاحه في قبول الاستئناف وعودته مرة أخرى للمشاركة على مستوى دوري أبطال أوروبا. لكن في النهاية بعض الصحف الأخرى أيضا من جانب قانوني ذكرت أنه اللاعب بإمكانه الانتقال، لأنه هناك بند بالنسبة لميسي في عقده مع برشلونة بيتيح له قبل نهاية عقده بموسم أنه ينتقل إلى أي نادي آخر دون أن يدفع النادي الآخر الشرط الجزائي. البند موجود في العقد يعني؟ البند موجود في العقد وبالتالي يتيح لميسي فرصة الانتقال إلى أي نادي آخر دون أن يكون ملزم بدفع الشرط الجزائي لإدارة برشلونة. نعم. طيب يعني حسام ركزك انت ما شايف انت ماشي في وضعه ميسي ده كويس قلنا تحديده للنهايه. طيب يعني برشلونه ليس معرض بعد الهزيمه التاريخيه لفقدان ميسي فقط، انا اقول معرض لانه اداره البرشا فعليا مع كومان قررت انه تتخلص، عباره تتخلص هذه لانه مثلا في كثير جدا من عشاق البرشا ضدها سواريز مثلا يعني على سبيل المثال. من سيغادر؟ من الأنسب للمقادرة؟ ومن الأقرب لإحياء روح برشلونة وعودته من جديد؟ وخصوصا أنه برشلونة تاريخيا عودت كل عشاقها على أنه يكون هناك لاعب كبير، لاعب سوبر نجم ونجوم للفريق.
نعم يعني يمكن الصدمة الكبيرة اللي حدثت لعشاق برشلونة بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف، أعتقد أنها هي اللي فتحت هذه البوابة الآن على إدارة برشلونة. كان هناك في الفترة الماضية بالمناسبة قبل سنتين أو أكثر كانت هناك انتقادات، لكن هذه الانتقادات لم تكن بهذه الصورة الحادة، نظرا لأنه برشلونة كان على الأقل قادر على أن يخرج في الموسم ببطولة أو بطولتين. لكن في هذا الموسم وبعد الأداء المخيب والخروج دون أي بطولة ثم الأداء المذل أمام بايرن ميونخ والنتيجة القياسية هي اللي فتحت أبواب الجحيم على هذه الإدارة. كان هناك سخط كبير جدا على إدارة بارتيميو حتى على حساب ساندرو روسيل قبله، يعني يمكن كان هناك غضب على أنه هذه الإدارة لا تقوم بعمل كبير على مستوى التعاقدات مع اللاعبين ولا حتى على مستوى الطموحات ولا حتى على مستوى الأفكار ولا الاستراتيجيات بالنسبة للنادي. دي كلها جعلت فعلا الآن هذه الأصوات تظهر بشكل أكبر. صحيح. ويمكن الحديث عن رحيل ميسي يمكن هو اللي فتح أبواب الجحيم بشكل أكبر على إدارة برشلونة. بالنسبة لإدارة برشلونة وحتى جماهير برشلونة حتى الاتفاق والاختلاف على بعض اللاعبين، لكن الجميع يؤكد على أنه ميسي لا يمس. يعني ممكن أنك أنت تقبل رحيل سواريز، ممكن على مضض بعض اللاعبين الجماهير تقبل هذا الأمر، حتى بوسكيتس حتى بيكي حتى يمكن تير شتيغن بكذا، ممكن الناس يتفقوا، ممكن الناس يتفقوا ويختلفوا حول بعض اللاعبين، لكن ميسي الجميع متفق على انه هو لاعب لا يمس، يجب ان يبقى في برشلونه حتى موعد الاعتزال. لذلك يمكن هو اللي فتح ابواب الجحيم برغبته في الرحيل عن اداره برشلونه. وزي ما ذكرت في البدايه انه اصلا الاخطاء الكبيره اللي ارتكبتها اداره برشلونه في الفترات السابقه والعجز اللي حدث على مستوى قدره الفريق على التعاقدات، ويمكن حتى في تخبط في التعاقدات، دي كلها جعلت الامور تذهب به. اذا يعني الحديث قد نتفق على انه الادارات الفنيه هي لها نصيب الاسد في انه يعني اي فريق حتى اذا كان في الدوري الاوروبي انه اذا كان في خلافات في الاداره الفنيه حيأثر تاثير كبير جدا عليه الفرق مهما كانت مكانتها. اكيد اكيد. نعم. هو لا شك انه الخلافات على المستوى الاداري حتى على المستوى الجهاز الفني بينعكس على اللاعبين وطريقه ادائهم وحتى في قدرتهم على تحقيق البطولات، واعتقد انه هذا الامر كان واضح بالنسبه للجميع في اداره برشلونه، انه اداره برشلونه لا تقوم بعمل كبير حتى على مستوى التعاقدات مع الاجهزه الفنيه ولا حتى مع اللاعبين، لا تتناسب قدره الفريق على ولا تساعده في انه يحقق البطولات. ولذلك يمكن كل هذه الامور اتت في النهايه بطريقه اوصلت الجميع لانه صحيح. يرغب في ان ترحل هذه الاداره باي شكل من الاشكال. صحيح. نعم. حتى في يعني في الجانب الاخر ريال مدريد، موضوع هذا موضوع التعاقدات بعد رحيل كريستيانو رونالدو كان فيه علامة استفهام كبيرة إلى أن أتى إيدن هازارد، يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في العالم. بعد موسم لهازارد كثير جدا من المتابعين من المحللين من المقيمين يتحدثوا أنه هو موسم أشبه بالكارثي لهازارد رغم الإصابات، لم يحصل على الأرقام المتوقعة، وأنت تأتي باعتبارك واحد من أفضل اللاعبين في العالم وخليفة لرجل أسطورة كان في ريال مدريد كريستيانو رونالدو. صحيح. هازارد وريال مدريد وشراكات ريال أيضا واحد من الأندية اللي عودت الناس أيضا أنه يكون فيه أكثر من نجم سوبر، ودائما النجوم ما بين البرشا والريال باعتبارهم عيني لكرة القدم العالمية يكون فيهم تنافس كبير جدا. صحيح. يعني أنا أتفق معك يا حسام في أنه هازارد قدم موسم كارثي، يعني يمكن الجميع منذ انتقاله لتشيلسي ورغبته وتصريحه في أكثر من مناسبة حتى قبل انتقاله من تشيلسي، وذكر في أكثر من مناسبة أنه حلمه الانضمام لريال مدريد. بعد تحقق الحلم أعتقد أنه هازارد يبدو أنه ما زال لم يستوعب صدمة انتقاله لريال مدريد بشكل فعلي، فأعتقد أنه هذا الأمر أثر بشكل كبير جدا على اللاعب. فترة غيابه عن المعسكر التحضيري أعتقد أنه دي كانت كارثية بالنسبة لهازارد. صحيح، لأنه السبب الرئيسي يعود فيها أنه اللاعب شارك في نهائي بطولة اليوروبا ليج رفقة تشيلسي وفاز على أرسنال في المباراة النهائية، ولذلك تم منحه راحة سلبية حتى يكون قادر على الاستعداد للموسم الجديد. صح. لكن بمجرد شاركته في بداية الموسم تعرض إلى إصابة، لا ننسى أنه الزيادة الواضحة في وزن اللاعب، واعتقد انه دي كانت ايضا عامل مؤثر جدا في قدره اللاعب على الظهور بمستوى جيد. واضح انه العامل الزياده البدنيه يمكن اثر بشكل كبير جدا على تحركاته، يعني يمكن معروف ايدن هازارد ومن نوعيه اللاعبين اللي بيجيدوا التحرك بشكل سريع،
والمراوغة بشكل أكبر على الأطراف، ولذلك ممكن زيادة الوزن أثرت على سرعة اللاعب في التحرك والانتقال بالكرة إلى الأمام، ويمكن دي كلها لا ننسى عامل الإصابة أيضا عامل صحيح. مؤثر صحيح. لا ننسى أنه التغيير المستمر بالنسبة لزيدان، زيدان صراحة أعتقد أنه يمكن في الموسم الحالي لم يثبت على تشكيله واحده، كان يعني دائما كثير التغيير في التشكيلات بالضبط، يعني دائما عمليه المداوره كانت مستمره منذ بدايه الموسم، ولذلك هذا الامر فعلا هو جنى نتائجه من خلال فوزه بلقب الدوري الاسباني بعد غياب في الموسمين الماضيين، لكن هو اثر على بعض اللاعبين، وتحدث عن إيدن هازارد، فبالتالي يعتقد انه بالنسبه لإيدن هازارد يجب عليه ان يترك الموسم الماضي خلف ظهره وان يبدا موسم قادم، لأن جماهير ريال مدريد تعول عليه كثيرا لأن يسد الفراغ برحيل كريستيانو رونالدو. نعم، الزميل الصحفي سهل أحمد العبيد، مشكور على هذا التحليل، مشكور على حضورك، صباح الخير. شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا لكل السادة المشاهدين.